همة حتى القمة. بهذا العنوان انطلقت فعاليات موسم اليوم الوطني 89 وفي الرياض. طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول يستقبل الحشود ويقدم وصلات فنية فلكلورية وعروضا تراثية جوالة. والله أقدم لهم بعض من التقاسيم وبعض من الأغاني الوطنية ومن الأغاني السعودية الشهيرة لبعض من الفنانين الكبار. والله الفعاليات ما شاء الله طيبة، كل اللي حاضرين ما شاء الله مستانسين ومعين الله خير. وبهذه المناسبة السعيدة وهذا اليوم الغالي على قلوبنا، أنا أحب أهني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، الله يحفظ المملكة، هو دام عزك يا وطن. ما شاء الله تبارك الله، صراحة حلو، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. كل شيء حلو صراحة، كل شيء ما شاء الله. إفنت رهيب جدا، في تنوع في الفعاليات وجميل، يعني في مقاهي ومطاعم جدا جميلة. طال عمرك هنا نقدم لون المزمار والخبيتي والينبعاوي، هذه كلها نقدمها هنا. تو قبل شوي قدمنا طبعا المزمار، وإن شاء الله بعد المغرب راح نقدم إن شاء الله الخبيتي. والله يعيد إن شاء الله على وطننا بالخير والأمن والسلام بإذن الله تعالى. هنا في طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول جانب من احتفالات موسم اليوم الوطني 89، وهناك في أرجاء المملكة احتفالات أخرى متعددة.